عقد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء مساء أمس الجمعة اجتماعا مع السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمكتبها بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش تحضيرات مملكة البحرين للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وخلال الاجتماع أكد الوزير محمد المطوع حرص مملكة البحرين على توسيع مجالات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالتها وبرامجها المتخصصة. وأشاد المطوع بما يشهده التعاون بين الجانبين من مستويات متقدمة تعكس أهمية ترسيخ التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية وإمضاء الغايات السامية للسلام والاستقرار في العالم. واستعرض المطوع استعداد مملكة البحرين لتقديم التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيدا بما قدمته منظمة الأمم المتحدة من تعاون ودعم فني للمساهمة في إعداد التقرير الطوعي الأول للمملكة. من جانبها أشادت السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بالتعاون القائم بين منظمة الأمم المتحدة والبحرين والتزام المملكة بدعم ومساندة جهود ومبادرات الأمم المتحدة بكافة المجالات. وأكدت أن تقديم البحرين لتقريرها الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 يعكس حرصا واضحا من جانب البحرين على مشاركة العالم تجاربها الناجحة لدعم الجهود الأممية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربة عن تمنياتها لمملكة البحرين وشعبها بمزيد من التقدم والنماء.